لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء منة ونعمة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذاك فضله ومنته والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، عباد الله، فالسنة التي يريد الخبثاء بطرق شيطانية ملتوية صرف الناس عنها هي مصباح عظيم كبير راق من مصابيح الإيمان. يقول الله عز وجل في معرض الحث على متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. السنة المطهرة عباد الله كما ذكرنا آنفا خطوة مصيرية خطيرة على طريق الفلاح، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. السنة طريق الهداية الأوحد، فجميع الطرق الموصلة إلى الله تعالى مغلقة محكمة الإغلاق إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث العرباض رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. السنة كذلك طوق النجاة وسفينة نوح التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. السنة كذلك علاج ناجع للأزمة الاقتصادية المتأزمة التي يكتوي الناس اليوم بنارها. ففي الحديث الذي وإن كان ضعيف السند فمعناه في غاية الحسن: ما عال من اقتصد، أي
ما افتقر من توسط في الإنفاق. هذا وقد علمتنا السنة المطهرة علوما نافعة مباركة تفوق الحصر. حسبك من ذلك أن السنة الشريفة علمتنا معنى الإيمان وفضائل الإيمان وسبيل الظفر بحلاوة الإيمان، وكيف يتجدد ويزداد ويربو وينمو في قلوبنا الإيمان. ويا لها من غنيمة غالية حري أن نشمر لها. يقول عليه الصلاة والسلام في بيان معنى الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان الصبر والسماحة. وقال: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 60 من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق أن يبلى، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وقال عليه الصلاة والسلام: 3 من كن فيه وجد بإن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. عباد الله، علمتنا السنة كما ذكرنا سابقا علوما تفوق الحصر، ومن ذلك أنها علمتنا كيف نؤمن بالقدر. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. هذا والإيمان بالقدر وتد وتيد من أوتاد التوحيد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وقال العلامة ابن حجر مفخرة أهل مصر قدس الله روحه: مذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها تجري بتقدير الله، وفي ذلك يقول الله جل الله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. عباد الله، إن قضية الإيمان بالقضاء والقدر مزلة أقدام،
وما زل من زل ولا ضل من ضل ولا تاه من تاه في تلك القضية العظمى إلا بسبب الجهل والعمى ومخالفة الأوامر العليا التي جاءت بها السنة المطهرة. ولك أن تتأمل أخي كيف أدى العمى بالعميان في تلك القضية المصيرية المحورية الإيمانية، كيف أدى بهم العمى حتى جعلهم ينفون القدر تارة ويسبونه أخرى. فهذا أحمق يقول قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطاه، وآخر سفيه جاهل عربيد جعل يتملق أميره وسيده وولي نعمته بزعمه فقال ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. ورقم الألف ثورجي جاهل وشاعر فاشل وحسبه ذاك البيت العفن الذي يقول فيه ولربما يردده كثير من الرعاع إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذا عباد الله جهل فاضح وظلام كالح، وإلا فقد جعل الغشيم القدر الذي هو قدرة الله تعالى كما قال الإمام أحمد رحمه الله جعله الأبله تابعا لإرادة الشعوب وطوع إشارتهم ورهين أمرهم. عباد الله، الإيمان بالقدر بني على أربع: الأول أن تعلم أن الله علم كل شيء وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الثاني أن تعلم أن الله كتب كل شيء، وفي ذلك يقول الله جل الله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وفي الحديث الجليل عظيم الشأن كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء. الثالث أن توقن أن الله عز وجل خالق كل شيء، فما من شيء سوى الله إلا وهو مخلوق مقهور مربوب. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. أما رابع الأركان التي يقوم عليها صرح الإيمان بالقضاء والقدر فهو الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وحكمته البالغة، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. يقول تعالى في معرض بيان أن الأمر أمره وأن الملك ملكه إنما أمره
إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عباد الله، إن الإيمان بالقضاء والقدر على نحو ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يفجر في القلب ينابيع الرضا والسعادة. يقول تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يقول علقمة رحمه الله: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله تعالى فيرضى ويسلم. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفع وأبرك وأعظم وأرقى الأعمال عند الله ألا تتهم الله في شيء قضاه عليك. الإيمان بالقضاء والقدر كذلك يفجر في القلب ينابيع الشجاعة والإقدام، ويجعلك يا أخي تواجه الصعاب والأخطار والأهوال بخطى واثقة ونفس مطمئنة. شأنك في ذلك كشأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يوم أن قيل له: إنك مطارد ملاحق مستهدف، فكان الجواب المدهش: القدر قلعة حصينة. وكأنه استقى تلك الكلمة الموفقة المسددة من قول الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم إنا نسألك توكل المؤمنين وإيمان المتوكلين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فقد علمتني السنة سيلا من العلوم، علمتني كيف أن كل ما في الدنيا يذكر بالآخرة، فحر الدنيا يذكر بحر الآخرة، وبرد الدنيا كذلك يذكر ببرد الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لجهنم نفسين، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها، وأشد ما تجدون من الحر من سمومها. وفي قول الله جل وعلا: هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق. يقول ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما: الغساق الزمهرير البارد. علمتنا السنة كذلك أن الجزاء عند الله من جنس العمل، وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه،
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وقال في معرض تقرير تلك القاعدة التي تنص على أن الجزاء من جنس العمل قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وقال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال: احفظ الله يحفظك. فعش أخي ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. علمتني السنة كذلك أن الدعاء سلاح المؤمن ومفزعه، به يجبر الكسر وتقضى الحاجات وتنكشف الكروبات وتستنطر الرحمات. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وقال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. وقال: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. وقال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. علمتني السنة كيف أواجه الهموم وأقهرها وأنسفها نسفا. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. علمتني السنة كيف أظفر بالجنة وأنجو من النار، وتلك غنيمة الغنائم وكيف لا، وكل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال عليه الصلاة والسلام:
ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ رضي الله عنه: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال عليه السلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ كانت هذه عباد الله إطلالة عابرة، وجولة خاطفة، وتصفح سريع لبعض ما فاضت به بحار السنة الزاخرة من علوم مباركة نافعة. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم من أرادنا أراد بالإسلام وبالمسلمين وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم عزا وخيرا، فاجعل العز والخير على يديه. ومن أرادنا أراد بالإسلام وبالمسلمين وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم شرا وسوءا، فأرنا فيه عجائب قدرتك، فإنه لا يعجزك يا قوي يا متين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في حلب وفي الموصل وفي كل مكان. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واكفهم شر أشرارهم، وارفع مقتك وغضبك عنهم، واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.